من وقت للتاني كده بنستضيف الأحداث الرياضية العالمية، وده بيحصل إزاي؟ بنشوف بقى نجوم عالميين بالذات من مجالات مختلفة، ولكن يمكن أنا هتكلم على الكورة. شفنا الأيام اللي فاتت وبالذات الناس اللي بتتابع السوشيال ميديا وإنستجرام، شفتوا رونالدينو اللي كان بيلعب قبل كده في برشلونة زي ما أنتوا شايفينه، وكان بيلعب في إيطاليا كمان أعتقد، كان موجود في مصر وكان سعيد وأخد صور حلوة قوي، أنتوا شايفين في الهرم وتصور كذا صورة وحطت صور على الانستجرام وعنده فولورز كتيرة جدا، وكان سعيد سعادة غير طبيعية. أولا هو أعلن عن رحلته من قبل ما يجي، فالناس كانت متابعة هنا واخد الغروب وعلى البحر وعامل الحقيقة شغل كبير قوي قوي. كان عنده دعوة من نادي إسترين كومباني، وطبعا احنا عارفين ان هو نجم البرازيل، وشاير بقى الصور اللي انتوا شايفينها دي، شاير بقى صور النيل والأهرامات، واتكلم على جمال مصر وروعتها والعظمة، وده بالذات دعاية الحقيقة بتساوي ملايين. ليه؟ لأن كمية الفولورز بتاعته سواء الناس العادية أو الرياضيين على مستوى العالم لما بيشوفوا الصور دي، يعني أنت بتعمل دعاية وصورة إيجابية رائعة جدا عن مصر، وشكل طبعا إحنا عندنا شكل الأهرامات ده بالنسبة لهم بيبقى حلم، فهتلاقيه هو طول الوقت بيحلم إنه يروح للأماكن دي ويشوفها، ومنظر النيل بديع وشمسنا جميلة جدا طول الوقت. كمان إحنا عارفين إنه ده بيأكد للناس كمان إنه الاستقرار والأمن والأمان، لأن الصور هي انت بتتكلم على ايه؟ صوره بتبين الحقيقه على طول يعني. كمان في نجم توتي نجم الكره الايطاليه اللي اعلن انه جاي مصر خلال ساعات، توتي طبعا، وهيتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا اللي كلنا هنتفرج عليه في القاهره يوم السبت، ريال وليفربول هيلعبوا وهو جاي يتفرج. برضو لطيفه ان هو جاي عشان يتفرج عليه هنا في مصر. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل الناقد الرياضي وسيم احمد. مساء الخير. مساء الخير عليك يا استاذه شفكي وعلى كل الساده المشاهدين. عندكم بقى يعني صور كتيرة جدا وعندكم يعني رياضيين عالميين موجودين، فقول لي بقى كلمني شوية أولا عن رينالدينيو الأول وعن الزيارات بتاعته المختلفة اللي زارها. يعني الحقيقة طبعا كانت حاجة جميلة جدا، وأنا سامع حضرتك قبل دخولي مع حضرتك طبعا على التليفون، دي حاجة طبعا جميلة زي ما حضرتك ذكرت، هي لعيبة دي عندها فولورز في كل حتة في العالم، حاجة مهمة جدا ان هم يبداوا ان هم يعملوا دعاية بشكل غير مباشر طبعاً للسياحة في مصر، لان يعني ده طبعا كله بيصب في مصلحة السياحة في مصر. عارفين اكيد الاوضاع الاقتصادية مش بس في مصر، في العالم كله متأثرة في الفترة الحالية، محتاجين ان احنا ندعم السياحة في بلدنا، ومثل هذه يعني الزيارات لنجوم عالمية كبار ده طبعا اكيد ممكن جدا ان هو يساهم في ترويج السياحة في مصر، ودي حاجة انا بحيي عليها كل القائمين على الموضوع ده بدءا من رونالدينيو ثم زي ما حضرتك ذكرتي فرانشيسكو توتي. الحقيقة يعني لما نشوف النهارده رونالدينيو ونشوف المنشور او البوست اللي منزله على صفحته الرسميه ومع صوره الاهرامات والكلام الجميل اللي هو كاتبه، حاجه الحقيقه تفرح وتسعدنا كلنا. وزي ما بقول لك طبعا ده اكيد بيقدر من خلال كده ان احنا نروج للسياحه طبعا. وهو واقف كده وهو بيحاول يتصور ما بين الاهرامين يعني، وطبعا ده على تويتر او يعني زي ما هو منزله كمان اعتقد عنده حاجات على انستجرام، دي دعايه بمليون جنيه يعني الحقيقه. وكمان في تعليقات حلوه كتير يعني، الناس كمان معلقه عليه من البرازيل ومن العالم، في تعليقات الحقيقه حلوه كتير. طبعا طبعا، لانه رونالدينيو طبعا واحد من نجوم العالم، لاعب نادي برشلونه السابق، واحد من افضل اللعيبه اللي لمسوا كره القدم الحقيقه، فطبعا دي لفته جميله جدا. يمكن رونالدينيو زار اكتر من مكان وراح الاهرامات زي ما شفنا في الصور، راح حتى نادي حضر تدريبات في نادي ايسترن كومباني، اتصور مع اللعيبه ومع المدرب الفريق، وكانت الحقيقه يعني لفته جميله جدا. فنتمنى طبعا تكرار مثل هذه طبعا الأمور. وواضح هي مصر قبله للرياضيين، وبيبقى في نوع من انواع العدوى يعني، كله بيشوف مين راح ومين عمل ايه. توتي بقى يعني كمان موجود هيوصل مصر، واضح ان هو هيتفرج على ريال مدريد وليفربول هنا في مصر. مظبوط، يمكن هو اعلن النهارده ودي برضه كانت مفاجاه كبيره جدا، ان هو اعلن على صفحته الرسميه انه هيحضر او هيشاهد مباراه الفاينل تشامبيونز ليج ليفربول ريال مدريد من مصر. وطبعا برضه زي ما بقول ده نوع من انواع الترويج للسياحه، وبحيي طبعا القائمين عليه. ولكن يا استاذ شفكي برضه خلينا يعني انا عندي تساؤل برضه، انا شايف ان هو مهم جدا،
أين محمد صلاح من كل اللي احنا بنشوفه ده؟ يعني هل محمد صلاح يقل قيمة عن رونالدينيو او فرانشيسكو توتي؟ بالعكس، احنا النهارده بقى عندنا احنا بس انا هقول لك حاجه يا استاذ وسيم، ده محمد صلاح اتصور كتير جدا في مصر ونزل حاجات كتير، ويعني اعتقد صلاح النهارده يعني مش محتاج ان هو يجي يتصور تاني في الهرم، ده نزل صور كتير قوي عن مصر يعني طول الوقت، هو كفايه بس حكايه مؤمن زكريا وانه اخذ لعيب من مصر وراح، لا عمل حاجات كتير يعني. ما هو ما انا مش بتكلم عن محمد صلاح هو يعمل ايه، انا بتكلم عن احنا استفدنا منه ازاي. يعني محمد صلاح زي ما حضرتك ذكرتي وقع زي اللي عملها مع مؤمن زكريا هايله جدا ورائعه طبعًا جدا طبعًا. لكن انا بتكلم عن احنا كمصر ازاي احنا مش قادرين نستفيد حد النهارده من نجم كبير زي محمد صلاح. يعني هدي حضرتك مثال صغير، سون اللي هو لاعب توتنهام واللي بيتساوى في عدد الاهداف مع محمد صلاح في الدوري الانجليزي، مجرد ما فاز السنه دي بجائزه الهداف منصفه مع محمد صلاح، مجرد ما رجع البلد في كوريا الجنوبيه في المطار استقبلوه استقبال كل العالم كان بيتكلم عليه وعلى كوريا وازاي استقبلت. طبعا انا معاك في دي، بس انت عملنا فكر ايه لمحمد صلاح؟ طبعا لازم انا معاك جدا، بس انت محمد فكر صلاح في الترويج لمصر طبعًا والسياحه طبعًا في مصر بشكل طبعًا اكبر بكثير جدا جدا جدا. ولازم تبقى اعتقد يعني انا عايزه تنقل كلامك ده وزاره الشباب والرياضه، اتحاد الكوره، وزاره السياحه والاثار، ممكن جدا يستفيدوا طبعا، ده لازم يستفيدوا منه. بس خد بالك مثلا وزاره التضامن، عايز اقول لحضرتك لو ان احنا تفتكر للاسف معايا احنا للاسف يعني مش يعني تقريبا محمد صلاح مع الكره المصريه ما بيتصدرش المشهد غير في المشاكل فقط، ودي مشكله كبيره. يعني دايما نلاقي ازمات محمد صلاح مع اتحاد الكوره بقى، يعني بالزبط. خلينا اتحاد الكوره يرد بقى على هذا، لانه هو اللي لازم يدعو. اولا لازم يكون عنده حاجه محضرها عشان يقدمها، محمد صلاح ما بيتاخرش ابدا عن مصر، لازم يكون محضر حاجه، وبالتالي محمد صلاح اعتقد لن يتاخر ابدا انه يعمل اي حاجه. ودي دعوة بقى منك انت لاتحاد الكورة، يعني اتحاد الكورة طبعًا هو اللي طبعًا لازم يفكر في ده، وانا بتفق اتحاد معاك الكورة جدا، وكل بدل ما يبقى المسؤولين في في مصر مشاكل يعني تعالوا لازم نعمل ترويج. طبعا. ومش بس على فكره اتحاد الكوره، وزاره السياحه، يعني خليني اقول لحضرتك يعني وصول رونالدينيو او توتي ملوش علاقه باتحاد الكوره، طبعا فمش شرط حتى اتحاد الكوره هو اللي يدعو محمد صلاح او يكرم محمد صلاح او يفكر ازاي يستغل محمد صلاح في الترويج للسياحه في مصر. انا معاك، بس انت السياحة فاكر معايا وزاره التضامن لما برضو اعتقد يعني محمد صلاح ما تاخرش عنهم لما عمل حمله ضد المخدرات، وقد ايه كانت مهمه واثرت في عدد كبير من الشباب. فانا بتفق طبعًا معاك جدا، ده ممكن يكون بس احنا عايزين نخاطب العالم اللي بيتابع كمان محمد صلاح خارج مصر. يعني حمله صحيح. المخدرات، ودي طبعا حمله جميله جدا بتخاطب الشباب داخل مصر، انا بتكلم عن ان احنا ازاي نستغل اسم صلاح صحيح. وشهره صلاح بره مصر والبراند بتاع صلاح بره مصر في الترويج لمصر والسياحه في مصر وللبلد. يعني احنا النهارده بنتكلم عن رونالدينيو وبنتكلم عن فرانشيسكو توتي، لما كان زمان ما عندناش محمد صلاح كنا نقول يا سلام لما يبقى مره كده كل فين وفين يجي لنا رونالدينيو. احنا عندنا انا بتفق كبيرة معاك جدا استاذ وسيم، وخلينا نقول كده ناخد ورقه وقلم ونقول واحد وزاره السياحه والاثار، واثنين كمان ممكن اتحاد الكوره، ويبقى هو بيتكلم عن الكوره المصريه. يعني الكوره المصريه حاجه وحشه ما نتكلم عليها ونعمل لها دعايه، يلعب كوره في الهرم يعني كل ده وارد جدا يعني. طبعًا يعني الافكار طبعًا كتيره والمبدعين أفكار في مصر جداً. طبعا ومحمد صلاح زي ما حضرتك ذكرتي عمره طبعًا ما يتاخر، لانه طبعًا احنا عارفين محمد صلاح ولفتاته الجميله دايما طبعًا. بس إن احنا نقدم له الافكار وهو عمره ما يتاخر اكيد اكيد. انا بتفق معاك جدا، واهلا بكل الرياضيين العالميين، اهلا بيكم في مصر، وبنبقى سعداء لما مصر تبقى قبله الرياضيين طول الوقت، والنجوم بشكل عام هي فعلا قبله النجوم، والناس كلها بتحلم، لان هم كمان بيدرسوا دايما في تاريخهم ايجيبتولوجي، يعني يقول لك انا بحلم في يوم من الايام اني اروح، ده حلم كل طفل اوروبي او امريكي، ده عنده الحلم ان هو يروح ويزور الهرم ويمشي، يقول لك وامشي على الصحراء المصريه، فيعني ده بالنسبه لنا حاجه جميله. الناقد الرياضي وسيم احمد بشكرك شكرا جزيلا.